بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. وصلنا في اللقاء الماضي إلى قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقلنا آنذاك إنها مرتبطة بما قبلها، لأنها سبقت بقوله تعالى على لسان اليهود حينما قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فجاءهم الجواب: بلى، يعني بلى ستمسكم النار، ولكن القرآن هنا جعله حكما عاما ليشمل اليهود وغيرهم، ليشمل كل من عصى الله جل جلاله، فقال بلى، يعني إثبات: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هذه الآية أخذ إمامنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه قضية الكسب، وهناك من يسخر ويهزأ لأنه لا يفهم معنى الكسب. الكسب أخذه الإمام الأشعري من هذه الآية وأخواتها التي جاءت تدل على الكسب. فما هو الكسب؟ هو عمل القلب الذي يفعله الإنسان قاصدا فعل المعصية، إن كانت معصية أو الطاعة، إن كانت طاعة فالكسب. وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرف كما يقول صاحب الجوهرة. فالكسب هو ذلك النوع من الاختيار الذي يقوم الإنسان من خلاله بفعل الأعمال. فليس الإنسان مجبرا كما تقول الجبرية حيث قالوا إنه ريشة في مهب الريح، وليس يخلق أفعال نفسه كما قالت المعتزلة، إنما الأمر وسط عند أهل السنة والجماعة، فيقولون الإنسان يجد في عمله وحياته ويومه نوعا من القدرة. وهناك فرق بين يد المرتعش التي لا يستطيع أن يوقفها وبين اليد التي هو يرعشها. فاليد التي هو يرعشها هذه بإرادته واختياره، إذن بكسبه، والتي ترتعش هو ذلك الإجبار. فالإنسان ليس مجبرا بدليل إرسال الرسل، فله نوع اختيار. هذا نوع الاختيار يسميه أهل السنة والجماعة الأشعرية الكسب. طب ما حقيقته وما دقة هذه الأشياء؟ هنا أمسك، وإن كان الحديث ضعيفا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. كيف يكون ذلك؟ لأنه أمر ما هو نقطة التقاء القديم بالحادث. القديم ما هو؟ أمر الله تعالى، الحادث هو فعل الإنسان. فما هي حقيقة العلاقة؟ نحن نعلم أن الله خالق لكل شيء، فكيف خلق هذا الجزء من خلقه؟ هذا من علم الغيب، ولكنه كسب تجده من نفسك وفي ذات نفسك، أنك تستطيع أن تقبل على الخير بتوفيق الله أو على الشر أيضا بخلق الله فيك، وهكذا. إذن بلى من كسب سيئة. طيب هنا وقعنا في مشكلة ثانية، عندي فرقة اسمها الخوارج، وكل الفرق على الإطلاق تأخذ متشابه القرآن. ها انظر، يقولون: نحن نقول إن مرتكب الكفيرة في النار خالدا مخلدا فيها. الله، من أين أتيتم بهذا؟ قال انظر: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ، كسب سيئة هو في النار خالد، إذن هذا دليل لنا. فنقول لهم: أيها الخوارج، إنما هو متشابه القرآن الذي تتمسكون به وتعرضون عن محكمه كشأن كل أصحاب البدع. كيف؟ ماذا تفعل بالمحكم من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا نص قطعي وهو محكم في هذا الباب، أن ما دون الشرك والكفر بالله
تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، كما قال صاحب الجوهرة: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. هذا محكم هذا الباب، متشابه هذا. طيب لماذا قلتم هذا متشابه هذا محكم؟ أقول لأنكم لم تنتبهوا إلى هذه الآية. لاحظ: بلى من كسب سيئة. أولا عدنا إلى الصحابة فقلنا: يا سادة يا صحابة، ما السيئة هنا؟ فوجدنا حبر القرآن عبد الله بن عباس قال: السيئة المراد به الشرك هنا. هذه إيش؟ عام يراد به الخصوص، ليس كل سيئة مراد هنا. طيب ابن عباس هذا رجل وهذا يعني مجتهد، لماذا يكون قوله حجة؟ انتبه إلى باقي الآية، قال: كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. لاحظ، غفل الخوارج عن قضية أحاطت به خطيئته، فكأنها سور أغلق عليه مسالك النجاة من كل مكان، وذلك لا يكون إلا بالموت على الشرك. ما دام الإنسان لم يمت على الشرك فإذن هناك منافذ يستطيع أن يخرج من هذه الخطيئة. كيف تحيط بالخطيئة؟ لا تكون الإحاطة بالخطيئة إلا بالموت على الشرك. فإذا مات مؤمنا فأعظم الطاعات عنده هو الإيمان، فلا يكون الذنب محيطا به، فليس داخلا في هذه الآية. فهنا نرد على المعتزلة الذين قالوا هو في منزلة بين منزلتين، ونرد على الخوارج الذين قالوا هو خالد مخلد في نار الكافرين. الخوارج قالوا كافر خالد في النار لكفره، المعتزلة قالوا خالد في النار لكن في منزلة بين منزلتين دون الكفار. فأولئك بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود هو الدوام المطلق، حقيقته ذلك ومجازه في المدة الطويلة. ذهب بعض الصوفية وذهب ابن تيمية والجهمية قبل ذلك، ذهبوا إلى أن النار تزول، وهذا قول لا دليل عليه، وهو قول باطل. بدليل ماذا؟ الكثرة الكاثرة من آيات الله في القرآن التي تذكر الخلود، وهناك طائفة من الآيات تؤكد الخلود بالأبدية، خالدين فيها أبدا، وخالد تدل على الدوام، وقد تطلق مجازا على مدة طويلة، صحيح، لكن حينما أكدها التأكيد ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز، قاعدة. ما هو الآن المجاز محتمل، ثم يقول خالد طيب، ثم يقول خالدين فيها أبدا، إذن هذا صار حقيقة. وما ذهب إليه بعض الصوفية وابن تيمية ومن قبلهم الجهمية كله باطل، باطل لا دليل عليه. أثر ضعيف جدا عن ابن مسعود: لو لبثوا فيها قدر المال عالج لخرجوا منها. هذا لا يصلح دليلا لرد تلك الآيات أو لتأويلها من ناحية، ومن ناحية ثانية إن صح عن ابن مسعود فالمراد به نار العصاة، فإنها ستنطفئ وسينبت فيها الجرجير كما جاء في الآثار. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الجهمية قالوا أهل النار تنقطع نارهم وأهل الجنة تنقطع نارهم. لماذا؟ الجهمية عندهم مرض نفسي اسمه ماذا؟ اسمه الخوف من المشابهة. قال كيف دائما باقيا؟ إذن هذا سيكون مثل الله سبحانه وتعالى. الله هو الباقي، قل لا أيها الجهلة، الله باق بنفسه لأنه واجب الوجود، وهؤلاء في خلق مستمر يتجددون بأمر كن، ففرق كبير بين هذا وهذا. هذا قائم بأمر الله والثاني قائم بذاته جل جلاله، فتعالى الله عن مشابهة المخلوقين.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا قلنا القرآن مثاني، يأتي بالكافرين ثم يأتي بعده بأوصاف المؤمنين وهكذا يثني. يعني أولئك أصحاب الجنة واضحة جدا، يعني هي هم مالكوها بأمر الله سبحانه وهم خالدون فيها دائما أبدا. والذين آمنوا وعملوا نعم. ثم قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. طبعا هنا بدأنا من الآية 80 من سورة البقرة، بلى من كسب سيئة، هذه آية 81 بدأنا من الآية 81 نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الآن ذكر من دخل النار وأحاطت به خطيئته، ومن دخل الجنة ومن كان خالدا فيها. مناسبة الكلام هذا أن يبين حال بني إسرائيل، أخذ الله عليهم العهد، فمنهم من وفى فكان من أهل الجنة، ومنهم من خفر ونقض العهود فكان من أهل النار، فمناسبة الكلام بينة. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قلنا الميثاق من وثق أي ربط، فهو العهد المؤكد، كما أنك قل إيش العلم صيد والكتابة قيد أي تربطه، ومنه سمي التوثيق لأنه لا يهرب، فالموثق لا كأنه مربوط. ميثاق يعني عهد مؤكد يلتزم به بحيث لا يفرون منه. لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، هذا خبرا من شاء، لا تعبدون إلا الله، ها هذا خبر في معنى النهي، فهذه نافية يراد بها النهي فهي أبلغ. إذا قلت لك لا تفعل، لا تفعل، هذا معناه يعني نهي، لكن أقول مثلك لا يفعلها مبالغة. فحينما أقول لا تفعلون كذا، إذن كأنكم استجبتم وتم الأمر، فتحول من إنشاء إلى خبر فهو أبلغ. إذن وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. العبادة مرت معنا في أول سورة، في سورة الفاتحة، إياك نعبد، يعني التذلل والنهاية الخضوع والتذلل لله رب العالمين. وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. وذي القربى، الإحسان معروف، الإحسان مرتبة فوق العدل، العدل أن تعطي الحق، الإحسان زيادة على الحق، الإكرام، الإنعام، الاحترام، كلها داخلة في الإحسان. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، الأقرباء، والأقرباء الحقيقة كما يقول الشاعر ايش يقول، وبها عقاربك الأقارب رتعا فينا حماك الله من لدغاتها، يصف داره. الأقارب هؤلاء مهما أحسنت إليهم يطلبون الزيادة ولا يرون لك فضلا عليهم، ولذلك أوصى الله بهم. وحينما جاء ذلك الرجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كأنما تسفهم المل، يعني كان تطعمهم هكذا، يعني هذا الجمر أو هكذا. لكن أمرنا الشرع بالإحسان، والله المستعان وعليه التكلان. وبذي القربى لماذا لا يرون لك فضلا عليهم؟ لأنه يرونك منهم، وأنك تابع لهم، وأن هذا هو عبارة عن حق لهم عاد إليهم، وليس هذا من إنصاف، ليس هذا من إنصاف. الإنسان عليه أن يشكر سواء القريب أو الغريب. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، فالله تعالى أوصى بهم. لماذا؟ لأن هذا بحاجة، والناس غالبا يعني لا يهتمون به، فلما أوصى الله بهم اهتم الناس به. اليتيم من هو؟ اليتيم يقولون هو من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ فلا يتم بعد البلوغ. هذا من الإنسان. يقول من الحيوان من ماتت أمه، لأن الاعتماد في الحيوان في الأكبر على الأم في الحيوان، في الإنسان اعتماد على الأب، مسكين هذا الأب يكسب ويأتي بالمال والرزق ونحو ذلك. أما بالنسبة للحيوان لا، الرضاعة ولا كذا من الأم. أما في الطيور فيقول من مات أبواه، سبحان الله رأيت بعيني أنا الحمام، رأيت الذكر والأنثى يتعاونان على الاحتضان البيوض بالتناوب، تذهب هي تأكل يجلس هو على البيض ذكر ويطعم كما تطعم هي، سبحان الله. فيقولون واليتيم من الطير من مات أبواه. أنا رأيت الحمام، يعني ليس أن هكذا أن أطير الحمام ونحو ذلك، ما هو لابد أن نستدرك في كل موضع، لأنه كان عندي مزرعة أنا فيها كل أنواع الطيور والحيوانات بفضل الله سبحانه وتعالى. نأكل الحيوان الحمام نأكله لنذبحه، يعني لحمه شهي جدا وطيب هكذا. نعم، هذه الأشياء ينبغي لا تستدرك، لكن مع الطائفة الوهابية لابد أن تستدرك كل كلمة. لو انظر هذا كان يلعب بالحمام بفضل الله، لا لعبت لا بالحمام ولا بالدجاج، وليس هذا من شأننا. نعم. واليتامى والمساكين، يقول ما معنى مسكين؟ يقول الذي أسكنته الحاجة، من سكنة، تبحث عنها في المعجم في مادة السكنة، الميم زائدة والياء زائدة، سكنة ساكن لا يستطيع يتحرك. ولذلك قال عند الحنفية يقول هو أشد حاجة من الفقير. يقول لماذا؟ يقول أو مسكينا ذا متربة، يعني يده لاصقة بالتراب، يده لاصقة بالتراب حتى حصير لا يوجد. ولذلك يقول للأرملة أرملة، لماذا؟ لأنها أرملت، باعت كل شيء فجلست على الرمل، ما عاد في شيء. هذا أصل فقه اللغة. هذا معنى مسكين. وقولوا للناس حسنا، يعني هذا قول هو حسن في نفسه، الإحسان في التعامل، الكلام الحسن. جاء أظن عن إمام الشافعي يقول أكسو ألفاظك أحسنها، يعني هذا من القرآن، حسن العبارة. نسأل الله يعيننا على ذلك. أحيانا يعني في الرد على المعتدين والظالمين قد نتجاوز قليلا، فنسأل الله تعالى التوبة، وأنما يعني عذرنا هو الانتصار لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام ولأهل السنة والجماعة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل هذا من الميثاق. أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة ما هي؟ أداؤها بأركانها وشروطها وواجبها وواجباتها، هذا عند الفقهاء. إقامة الصلاة ما هي؟ أن تكون دائمة مثل السوق القائمة، نافقة يعني تصلي باستمرار، هذا أيضا معنى آخر. أقيموا الصلاة عند الصوفية يعني أقمها ميزانا يوزن به العمل. فيقول الصوفية ما كان من عملك من خير أو شر ينعكس في صلاتك، إذا كنت غافلا في الصلاة إذا أعمالك في خارج الصلاة فيها مشكلة، وهكذا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة طبعا الصلاة تعريفها في الفقه أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وفي اللغة هي الدعاء. وآتوا الزكاة، الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة أو الطهارة،
وكلا المعنيين موجود في هذا المال الذي تدفعه في وقت مخصوص من مال مخصوص. ثم توليتم يعني عن الميثاق وأعرضتم إلا قليلا منكم، هذه إلا قليلا منكم هذه أيضا قلنا تدل على الموضوعية في القرآن أنه لا يعمم دائما، يعني يأتي بدقة. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، توليتم عن هذا أعرضتم، تولى وحدها كافية، قال وأنتم معرض يعني تولى وهو معرض مبالغة، أعرض يعرض يعني صرف وجهه. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ميثاق آخر، وأتى به للتأكيد لم يجعله ضمن الميثاق الأول اهتماما بشأن الدماء. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون، سفك يسفك يعني أسالها كناية عن القتل، لا تسفكون دماءكم يعني لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يفعل ذلك بعضكم ببعض، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لا تخرجون أنفسكم لا يخرج أحدكم الآخر، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم بهذا الميثاق وشهدتم عليه، وأنتم يعني مبصرون منتبهون حاضرون يعني بكامل قواكم العقلية ووافقتم على هذا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أخذ عليهم الميثاق بعدم سفك الدماء سفكوها، بعدم إخراج أنفسهم من ديارهم فعلوا هذا، ثم يعيب عليهم بعض التصرفات. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم خلافا للميثاق الذي أخذه الله عليكم، تظاهرون عليهم أي تتعاونون، المظاهرة هي المعاونة، ولو كان بعضهم بعضا للظهيرة يعني معينا، يعني بعضكم يستعين على بعض أو يستعين بآخر على جماعتكم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، بالمعصية والعدوان الظلم يعني، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أنت تتعاون عليه وتقتله أو تخرجه، فإذا جاء أسيرا دفعت الفدية له، ما هذا التناقض في فعل اليهود؟ تعين عليه وتقتله فإذا جاء أسيرا فديته، فالشريعة هكذا، وهم يهتمون جدا بهذا بفداء الأسير، لاحظ اليهود جدا يهتمون بفداء الأسير، لاحظ ما يفعلوه يفعلون بفلسطينيين، يقدمون واحدا أو اثنين مقابل مئات، جدا عندهم حرص على هذا الأمر، فهذا يعني من شريعتهم التي يهتمون بها ويهملون باقي الشرائع فيلعبون هكذا. وهو محرم عليكم إخراجهم، لا يجوز لك أن تخرجه أصلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هنا دخلنا في الانتقائية، وهذا شأن اليهود وشأن أهل البدع دائما، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني أتفعلون ما قلنا هذه أوا أفا أ، هناك في شيء محذوف، يعني أتفعلون كل هذا من قتلهم والمظاهرة عليهم وإخراج هؤلاء من الديار، أتفعلون كل هذا أ
فتؤمنون، يعني أفعلتم هذا؟ ها، أفعلتم هذا؟ إذن أنتم تؤمنون ببعض الكتاب؟ أفتؤمنون؟ يعني أفعلتم هذا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ آمنتم ببعض الكتاب، ما هو؟ فداء الأسرى. كفرتم ببعض الكتاب، ما هو؟ قتلهم وإخراجهم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، الخزي هو الفضيحة والذل والهوان، خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لهم خزي في الدنيا، هوان وذل وفضيحة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب لأن لإنكارهم أحكام الله سبحانه وتعالى. أشد العذاب ليس فيه راحة وليس فيه فرح وليس فيه انقطاع، نسأل الله السلامة والعافية. وما الله بغافل عما تعملون، سبق أن شرحنا مثلها وقلنا أنها المبالغة بسبب دخول حرف الجر الزائد، يعني الله تعالى يتعالى تماما عن هذه الغفلة. ثم الله تعالى وصف حال أولئك الناس وعقب بآية أخرى فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني باعوا هكذا، بعتك وقبلت؟ لا، هذه كناية عن ترك الحق والدين الصحيح واللجوء إلى الكفر والمعاصي. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قلنا الباء تدخل على المتروك غالبا، إذن تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا. فلا ما الجزاء؟ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف، لا يقل. ثم يأتيك بعض الناس يقول ينقطع، إيش هذا؟ إيش هذا؟ إذا الله تعالى يقول لا يخفف، أنت تقول يزول بالكلية؟ أنت تخالف يعني القرآن العظيم. ولا هم ينصرون، لا أحد يدفع عنهم هذا البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.